يعني مرة كتبت قصيدة إهداء لأستاذ جامع، كانت من كلها تقريبا من تأثير من جمال الدين الدين، كتب من تلميذ جميل وده أعظم الفرسانة، وكانت مترجمة للعربي بس هي أصلا كانت فرسانة مغرب فرسانة، فكانت مسكتني لأنها أولا بتبدل الأستاذ، وده اللي احنا محتاجينه دلوقتي، إن احنا نبدل الأستاذ، بجانب إن الأستاذ كان حي من العلم في حياته مدة طويلة، وده يعني خلى الأستاذ كأنه أب روحي بيه، أكتر منه الأستاذ أدب، هو أدب أدب نفس وأدب درس. جميل التعبير أدب نفس وأدب درس. أنا عاوز أتكلم إلى الاستفادة من الجميل في الآداب الأجنبية. الجميل يعني الجميل في الأدب عموما بيأثر في المعنى. شكسبير أكتر واحد. يعني مثلا قريت له هاملت، وأكتر حاجة أثرت فيها تاجر الهندية وأوتيل وحاجات كتير، بس بصراحة تاجر الهندية أكتر مسرحية أثرت فيها كإنسانة. وشرعية
ينتزع